بسم الله الرحمن الرحيم <applause> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طمنوني كده على على الصوت والصوره والكونكشنز وكل شيء والاضاءه والدنيا تمام شايفين كويس ولا نزل الإضاءة شويه يظبطها ولا ايه الدنيا يعني يعني قول لي كده الكلام رايح بينا لفين آه يا الله يا كريم يا الله يا كريم طمنوني بس على كل حاجة وهنتكلم عن كل شيء حبيبي يا دوك قال لك أنا شاف فيتوريا درب برشلونة وتشافي يدرب مصر ما يا خربانة خربانة ما بتحسبش كده يا صاحبي كله تمام كله تمام كل شيء زي الفل للمنتخب منور يا عم مظبوط كله تمام الإضاءة تمام كله تمام نتوكل على الله يا مارو ايه الاخبار عاملة ايه طيب بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله طيب انتهت الحكاية وانتهى المشوار ورحل او انتهت مسيرة المنتخب المصري في بطولة كأس الامم الافريقية بالمناسبة 2023 في كوت ديفوار وخلينا يعني الواحد بيحاول إنه يتكلم بهدوء شوية يعني الواحد بيحاول إن هو إيه يهدى كده ويتكلم بهدوء والدنيا تبقى تمام والوضع زي الفل وكل الكلام ده بس مش عارف الصراحة أبدأ من أنهي اتجاه وأتكلم أقول إيه حبيبي يا دوك قالك لك ما بتتحسبش اساسا يا صاحبي خالص خالص الحسبه باظت يا دوك وكل وكل شيء اتدمر كل شيء باظ من ساعه الدوك ممدوح نصر الله ما من حفله الماركيب بتاعتنا رزع الجمهور لايف واستلمني وقال لي اعمل حلقات ولازم تسوي ولازم تعمل والكلام ده كله ومن ساعتها ما بشوفش النور اه بظهر لكم كتير ولكن ما بشوفش النور الدنيا مش جايه سكه. بس حقيقة الواحد زهقان متضايق انا طالع لكم بعد ما هديت يعني قصدت ان انا بصراحه اخر طلوعي لحد ما اهدى شويه كده عشان نوعا ما نحاول الكلام يبقى موزون محمود الشعيلي يا اخي اشوف الرطوبه ماثره على المنتخبات الكبيره. والله اخ محمود اولا بشكرك على الجفت يا صديقي ولكن بشوفها حجج وبشوفها شمعات وبشوفها أعذار وبشوفها دائما أعذار عذر أقبح من ذنب ده بالنسبة لي بشكل كبير جدا طيب انتهت الحكاية وانتهت القصة وانتهى بالفصل الأخير اللي يجب ان احنا نكون متوقعينه ولكن كنا عندنا الحتة اللي هو ايه ان شاء الله تمشي معانا ان شاء الله تظبط إن شاء الله تتعدل، إن شاء الله تتحسن. بس دايماً وأنا بقول إن شاء الله طبعاً وبتفائل وبحاول أكون إيجابي جوايا الحتة الغصة، الغصة كده المسمار اللي دابب جوايا اللي بيقول لي بشكل واضح كده إنه يا عم ما هي باينة. وكنت عارف للأمانة وحاسس إحساس دفين كده عميق جوايا بيقول لي إنه إحنا هنخرج هنخرج. سواء بقى من الكونغو من غينيا من السنغال من كوت ديفوار البطوله دي مش بتاعتنا يعني. ويمكن في حلقات كتيرة جدا وقلنا في حلقة رزع الجمهور اللي فاتت وقلت في حلقة الركن المحلي الأخيرة مع صديقي نادر سمير قلت إنه أتمنى إن تكون بداية دور ال 16 هي البداية الحقيقية في البطولة ولكن للأمانة وللأسف هي كانت النهاية الحقيقية في البطولة هل ده كان متوقع؟ طبعاً هل ده مستحق؟ جدا هل الجيل ده بهذا المدير الفني بهذا الشكل بكل شيء يستحق ان هم يوصلوا لبعيد في البطولة دي؟ ابقى راجل جاحد لو بقول لك اه تاني قلتها اللايف اللي فات لمنتخب مصر بعد مباراة كاب فيردي والكلام ما عجبش الناس والناس طلعت وقالت وحكت وعملت والكومنتات موجودة خشوا اتفرجوا عليها إن الجيل ده أحد أسوأ إن ما كانش الأسوأ اللي جه في تاريخ الكورة المصرية. الكلام ده ما عجبش ناس كتيرة جدا وناس دخلت في الكومنتات تقول أصل وفصل وإحنا لعبنا حلو قدام كافيردي فيردي وإحنا وإحنا وإحنا. طيب إحنا النهارده لعبنا حلو قدام الكونغو الديمقراطية عندي مفاجأة ليك النهارده يعتبر الماتش الوحيد في التلاتة اللي ها مش هقول لك كنت كويس الا ها في التلاتة لكن لكن حقيقة حقيقة ده نتاج طبيعي لأنه الحق زي ما شفت كده في عنوان الحلقة في الثامب نيل في الصورة بتاعتها الحق ما بيزعلش وده حق ربنا أنت ما عملتش حاجة في البطولة من داي 1 من داي 1 تخليك انك تكون اصلا موجود في دور ال 16 ومع ذلك الدنيا مشيت حظ خدمك موزمبيق خدمتك حتى هدية موزمبيق اللي هي اديتها لك قدام غانا انت رفضتها الحظ خدمك حتى وصعدت تاني مجموعة وقعت مع تاني مجموعة المغرب الكونغو الديمقراطية اللي المفروض تبقى في المتناول تبقى في المتناول ورجعت برضو رفضت الهدايه ليه كل ده بيحصل؟ أنا أقول لك ليه ده كل ده بيحصل. لأنه في خلل في المنظومة الكروية في مصر. لأنه في خلل في اتحاد الكورة. في خلل في اختيارات اللعيبة. في خلل في اختيار المدير الفني. في خلل وعدم إحساس بالمسؤولية من هذا الجيل بشكل كبير وواضح. ما تجيش تقول لي أصل إحنا وقلبنا على التيشيرت، لا 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 لا. تشيرت منتخب مصر تيشيرت تقيل جدا جدا جدا. اللي بيلبسه يبقى عارف قيمته بشكل كبير جدا وعارف انه بيتحمل مسؤولية شديدة وفي غاية الاهمية لكن يكون ده مستوانا ويكون ده شكلنا ويكون منتخب مصر اللي في مباراة الكونغو الديمقراطية بيلعب على التعادل علشان يوصل ضربات الجزاء ويلعب على ضربات الجزاء ده عار ودي مشكله ده عار ودي مشكلة ما ينفعش ان تاريخ منتخب مصر الحائز على سبع بطولات افريقية وكفانا بقى الكلام في التاريخ كفانا بقى سبع بطولات والكلام ده كله مش عارفين نكسب التمنة بقالنا 14 سنة من 2010 ل2024 اخر بطولة 14 سنة هتقولي لأ بس الجيل ده وصل اتنين فاينل الجيل ده مش عارف ايه الجيل ايه ارجع بالذاكرة هو الجيل ده لما وصل اتنين فاينل هو كان اصلا النسخة اللي فاتت بتاعت الكاميرون احنا واصلين ازاي احنا حاولنا نلعب على نفس السيناريو حاولنا نلعب على نفس النهج ونفس الطريقة العب يابا عادل وان شاء الله الدنيا هتقضى وهتمشي ونوصل ضربات جزاء وابو جبل هيصد هل ابو جبل صد؟ لا ده من عجائب القدر وعجائب ربنا سبحانه وتعالى ان ابو جبل اللي ضيع لك ضربه الجزاء الاخيره وخرجنا بسببها. فمنتظر ايه؟ كل حاجه غلط ماشيه في المنتخب. منتظر انك توصل فاينل؟ منتظر انك لما تعدي الكونغو الديمقراطيه تلاعب غينيا وتعديها؟ منتظر ان انت لو عديت من الاتنين توصل سيمي فاينل قدام السنغال. أو كوت ديفوار وتعديهم؟ يا أخي الحمد لله إن أنا خسرت النهارده. علشان لو كان فيها سيمي فاينل قدام كوت ديفوار أو السنغال كنت هتخرج بفضيحة. الحمد لله إن أنا خرجت النهارده. وخلي بالك أنا متضايق إن أنا خرجت من البطولة كأي مشجع مصري طبيعي بيحب الكورة وبيشجع منتخب مصر. طبيعي لازم أبقى متضايق. لكن على الناحية التانية يجب أن أكون واقعيا يجب أن أفكر بالعقل وليس بالقلب نستحق الخروج من بطولة أفريقيا وبجدارة واستحقاق ومعها جائزة الأوسكار لأحد أسوأ المنتخبات المشاركة في البطولة طب هو ده ينفع ده ينفع يا جماعة النهاردة بتشوف نسخة من منتخب مصر سيئة سيئة لا دفاع لا هجوم لا جمل لا حاجه، انت لولا ضربه الجزاء ما كنتش تتعادل مع الكونغو الديمقراطيه. مفيش اي حاجه، مدير فني على بيض فيتوريا ده على بيض اتخدعنا فيه، نفسي اعرف جاي بياخد مرتبه على ايه؟ بتحفظ اللعيبه ايه؟ بتطور اللعيبه في ايه؟ وده اللي اتكلمنا فيه وقلناه قبل البطوله ان الراجل لا، راجل مختلف. الراجل ليه شكل وبنلعب كوره وبنعمل عايزين نلعب كوره ليه؟ طب ما هيكتور كوبر هيكتور كوبر وكارلوس كيروش كان عارفين اللي فيها اللي فيها ان ده الكواليتي اللعيبه اللي عندك لا تقول لي بقى كره جماليه ولا الكلام ده كله لا انا هلعب يا باشا على المتاح وان شاء الله هتقضى هكتور كوبر لعب لك باداء سيء جدا وصلك كاس عالم ووصلك فاينل افريقيا كارلوس كيروش لعب لك بنفس القصه وصلك فاينل افريقيا حبيت تعمل الفت ما وصلتش عدتش اصلا من دور الستاشر 16 تقعد بقى تقول اصل الرطوبه واصل الجو واصل كذا هو احنا عارفين ان احنا رايحين نلعب البطوله دي في كوت ديفوار في اجواء مناخيه صعبه ورطوبه عاليه احنا مش مستعدين ليها ليه اصلا ما رحناش من بدري ليه زي منتخب المغرب ما لمناش المعسكر ليه من بدري وسافرنا من بدري ما استعدناش ليه؟ لقصة المناخ والرطوبة وأصل الدنيا وبص واللعيبه مش قادرة ما مش قادرة دي مشكلتك أنت، مش مشكلة إن البلد مناخها عامل ولا مناخها كذا ولا الجو فيها كذا ولا كذا، دي مشكلتك أنت. الكونغو النهاردة يعني الفريق الملعب خالص، والله منتخب على الأبيض، لكن أنت سيء. منتخب الكونغو النهاردة راح بكذا كورة إجوان محققة بتضيع. بيضيع بس لكن انت فين من الكلام ده كله انت مش موجود انت غير متواجد على الاطلاق لا شكل ولا طعم ولا لون ولا ريح ومدير فني قاعد على الخط عاجز عن ايجاد الحلول عاجز عن ايجاد الحلول نفسي اعرف مدرب حراس المرمى اللي في الموجود الموجود في المنتخب بيدرب ابو جبل على ايه الإزازة بتاعت أبو جبل كان مكتوب عليها إيه؟ روح على اليمين بس ارمي نفسك على اليمين بس وإن شاء الله ربنا هيرزق في واحد يلعبها على اليمين واللي لعبها على اليمين حتى ما تصدتش بقول لك ربنا مش مبهارك مش مكتوبالك مش منطقي تصعد ما نستحقش خلينا نكون صرحة يا جماعة الكلام بي... ما الكلام بيزعلش كفانا بقى يعني كده الكلام ما بيزعلش يا اخوانا ما نستحقش الصعود لدور الثمانية ولا دور الأربعة ولا نوصل ولا ناخد البطولة بالمنظر ده يبقى بتخسف حق المنتخبات التانية اللي بتشارك وبتعمل وبتجتهد وبتحاول يكون ليها هوية وبيحاول يكون ليها شكل منتخب قبل البطولة بثلاث أربع أيام الإعلانات في التلفزيون قد كده وسألت سؤال ولم احصل على اجابه الاعلانات متصوره امتى قبل البطوله وانا هسيبها لتخمينك وحدسك وهسيبها لاحساسك لكن احنا منتخب بلا هويه بلا روح بلا شكل بلا طعم بلا لون بلا رائحه بلا اي حاجه وبهذا المستوى وبهذا الشكل انت مش هتروح كاس عالم عشان بس نبقى على بياض وعلى نور لانه هتيجي تقول لي ما اصل مش عارف ايه ما اصل ايه الكره الكوره في افريقيا بتتطور وانت بترجع لورا موريتانيا بص عليها كافيردي بص عليها الكونغو النهارده طول الماتشين الاضافيين بتوع الوقت الاضافي زنقين منتخب مصر الكونغو الديمقراطيه اللي انت اعتقد في 2006 إن ما خانتنيش الذاكرة ولو حد موجود يصلح لي ف2006 احنا كسبناها أربعة واحد الجون بتاع حسام حسن الشهير أربعة واحد في 2006 على أرضنا ووسط جمهورنا الكونغو الديمقراطية النهاردة بتحرج منتخب مصر وبتزنقه وعايزة تلعب وتكسب مش عايزة توصل ضربات جزاء عشان عارفة اللي فيها ان احنا هنحرجم على ده ان احنا هنحرجم على ده بس مش كل مره لازم الحظ يخدمك مش لازم كل مره خالص ان انت توصل لضربات الجزاء وتكسب وتعمل ده مش هيحصل لازم تيجي في مره وتخيش احنا ما كسبناش ماتش في البطوله ما كسبناش ماتش في البطوله وما ذاكرناش اي فريق صح لا عارفين موزمبيق نعمل قدامها ايه، ولا اسوأ جيل من غانا نعمل قصاده ايه، ولا كاف فيردي الراس الاخضر نعمل معاها ايه، ولا الكونغو، طريقك سهل عايز ايه تاني اكتر من كده؟ قرعه على رأي جو و و وكلمت في حلقته وقلنا وهو قال الجمله دي على رأي جو قرعه قسما بالله لو انت اللي عاملها بايدك ما هطلعها كده. القرعه خدماك حتى اخر نفس ومع ذلك لا لا. القرعه تخدمني؟ تخدمني ليه؟ ما صعبها عليا. طيارات بايظه، لعيبه مش حاسه بالمسؤوليه، لعيبه قراراتها كلها غلط، عناصر معينه بس اللي هنا تقول لهم كتر خيركم شكرا. مصطفى محمد شويه حجازي مروان عطيه حبه امام عاشور النني النهارده كتر خيره لعب حلو. لكن وبعدين؟ وبعدين؟ مدرب بلا شكل ولا روح ولا طعم ولا فاهم حاجه وهنخلص بقى وندخل في نفس النغمة تاني انا بقول في خلال 24 ساعة ده توقعي ستتم اقالة روي فيتوريا سكة ودغري خلاص وكذا حد من الناس على تويتر كاتب انه الاخبار راح في الاتجاه ده طيب ماذا بعد نعيد بقى نفس القصة تاني ونعيد نفس الحوار تاني ونخش في نفس الدايرة تاني نجيب بقى مدرب مصري وهتولنا حسام حسن وهتولنا مش عارف ايه وهاتولنا ايه يا جماعه يا جماعه كفايانا من النغمه دي بقى انا مش شايف ان في اي مدير فني مصري قادر على قياده منتخب مصر في الوقت الحالي احنا يجب ان يكون عندنا مشروع مشروع زي المنتخب المغربي مشروع زي المنتخب السنغالي يبقى عندك مشاريع قائمه كده عارف انت المشروع جاي ازاي يبقى انت عارف المشروع ماشي ازاي لكن انا ما ينفعش اجيب كارلوس كيروش ويخرج من بطولة افريقيا في الفاينل واقيله واجيب روي فيتوريا واقيله تقول لي روي فيتوريا ما يستحقش الاقالة أقولك لك روي فيتوريا ما كانش يستحق من الاول اصلا بالمنظر ده بس وماذا بعد على العموم انتهت القصة وانتهت الحكاية والحمد لله انتهت بدري بدري علشان الموضوع ما كانش ناقص حرق الدم ولا نوصل لبعيد بالاداء ده وفي العاده نخسر ويبقى مستوانا سيء ولكن اتمنى ودايما هفضل اقولها اتمنى الافضل والاصلح للكره المصريه اتمنى الافضل والاصلح لمنتخب مصر لانه انا عمري ما على منتخب مصر بهذا الشكل اتمنى ان تتم حل المشكله من جذورها ونجيب من تحت علشان لازم نصعد كاس عالم لانه بالمستوى ده وبالاداء ده يعني هغير كلامي واقول لك مش عايز اوصل كاس عالم إن انا وصلت كاس عالم انا معرفتش اعمل حاجه قدام موزمبيق غانا كافيردي كونغو ديمقراطيه هعمل ايه قدام ارجنتين سعوديه اسبانيا برتغال اوروجواي ارجنتين انجلترا المانيا هعمل ايه ولا حاجه هخرج بفضايح وأتعب جوان وادفع ال جنيه غرامه وانسحب. في نهايه المطاف ونهايه الحديث اتمنى الافضل للكره المصريه واتمنى يتم الحل سريعا لان عندنا تصفيات كاس عالم لانه عيب علينا لما يكون في كاس العالم 2026 في امريكا في تسع فرق من افريقيا منتخب مصر ما يكونش متواجد فيها تبقى فضيحه كبيره جدا وعار كبير جدا 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 على العموم هارد لك لينا وهارد لك لكل الجماهير المصريه وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله القادم سيتحسن باذن الله وهنشوف الاخبار الايام اللي جايه اكيد هنكون موجودين معاكم لان اكيد هيحصل تطورات في ملف المدرب وفي في البطوله ممكن نطلع نتكلم طبعا عن اي حاجه ممكن تحصل فيها فخلينا دائما متواصلين مع بعض ونشوف الدنيا توصل لايه اذا هي تحياتي عمر خالد سعدت بكم في هذا اللايف السريع دمتم في رعايه الله وامنه والسلام عليكم ورحمه الله